احنا خير واحنا متعلقين بالسعودية، كنت اظن ان هذا اختبار لي من الاستخبارات السعودية انهم صنعوا رقم قطري ولا دبلجوا رقم قطري ويراسلوني يشوفون وش البه، لاني كنت في ضيافتهم. حاولت اني اعطيك الكلام الايجابي عن السعودية فقط من اجل اذا هو كمين يبونه نكفي. انا اتمنى ان تركيا وقطر قد تدخلت اليوم قبل بكرة الى اليمن، ومستعد انا وقواتي ان نكون الى صفهم في حالة تدخلهم او اي ترتيب جديد، ومستعد الى اي شيء.